بما أنه في عندنا أربع معالم أو أربع أحياء، نقدر نعمل ترميز لهذول الأربع أحياء بحيث أنه كل حي بأخذ لون مميز عن غيره. نضغط رايت كليك على الطبقة ونروح على سيمبولوجي، أنواع التصنيفات أو الترميزات. في عندنا السنجل، جميع المعالم بأخذوا نفس الشكل اللي أنا بحطه. بقدر أنا أعمل سيمبولوجي بناء على حقل معين. طبعا عندنا أربع أحياء، إذا إحنا بنستخدم قيم فريدة لتمييز الأربع أحياء. طبعا شو الحقل الخاص باسم الحي؟ نختاره من هذا الخيار اللي هو اسمه سيكتور A. ظهر عندي أربع أحياء، كل حي له لون مميز له. إحنا هيك ميزنا منطقة الدراسة وهيك ميزنا الحي. في عندنا طبقة قطع الأراضي، الستايل تبعها غير مناسب، نقدر احنا نغيره، نضغط عليه، يا اما بنحط هون نو كلر او بنروح على الجاليري، نختار اي نموذج موجود عندنا، نرجع على البروبرتيز بنغير لونه للون احمر على سبيل المثال. صفى عندنا قطع الاراضي اظهرت باللون مناسب. صار في عنا خريطة نوعا ما نقدر احنا نفهمها ونتعامل معها. اذا لما اشوف اللون الازرق بعرف انه هذا حي شمالي، واللون اخضر حي جنوبي. استخدم اداة الزوم لمنطقة معينة حدود قطع الاراضي. انا بدي اشوف شو رقم قطع الارض، بدي اظهر نص لطبقة قطع الاراضي، لكن قبل انشاء النصوص او الليبل بنكون بفتح الاتريبيوت تيبل الخاص بالقطع الاراضي، بنقرأ جميع الحقول، عندنا اسماء الحوض واسماء البلد ورقم الحوض ورقم المحافظة ورقم البلد والاسم ورقم القطعة وكل قطعة باي حي موجودة سواء كان اسم او رقم. يعني مثلا الحي رقم 2 اللي هو الحي الجنوبي، لو رجعنا على السيكتور ورحنا على الاتريبيوت تيبل على الحي الجنوبي، هاي الحي الجنوبي بنشوف انه رقمه 2. اذا هناك علاقة مكانية بين البارسل والاحياء الموجودة عندنا، يعني بين قطع الاراضي والاحياء. في طبقة الاحياء موجود عندنا الحي الشمالي رقمه 1. انا بقدر انزل على الحي الشمالي، يعني الحي الشرقي وهي الحي الشمالي، بشوف رقم 1. نرجع فوق، احنا موجود عندنا رقم 2. بقدر اظهر الحي الشمالي اللي هو رقم 1 من خلال قوب عملية ترتيب للحقول. نقدر احنا رايت كليك على الحقل ونرتب قيم هذا الحقل تصاعديا، يعني من الصغير للكبير. اصغر رقم عندي 1، فظهر عندي الحي الشمالي رقمه 1. وإذا نزلت على آخر معلم موجود عندي في هذا الجدول هيكون رقم 4. إذا بعد قراءة الأتريبيوت تيبل الخاص بقطع الأراضي بقدر أستنتج إنه أنا بإمكاني إني أعرض رقم قطعة الأرض. يعني بدل ما أشوف حدود قطعة الأرض بهذا الشكل، بقدر أنا أضيف نص داخل هذا الحد يعبر عن رقم القطعة. نقوم بإغلاق الأتريبيوت تيبل، بنحدد طبقة البارسلز. بما أني أنا قمت بتحديد طبقة من نوع فيكتور داتا، فبيظهر عندي تبويبات خاصة بالفيكتور داتا. إذا أنا قمت بالضغط على الماب ما بيظهروا عندي. تبويبات رئيسية بتكون موجودة، وعندي تبويبات ثانوية بتظهر عند النقر على أي طبقة. طبعا إذا أنا في عندي طبقة راستر، يعني نقوم بإضافة أي طبقة راستر، وهذه الطبقة أقوم بتحديدها، بظهر عندنا تبويبة خاصة بهذه الطبقة. طبعا هاي بما أنها هي راستر داتا عبارة عن صورة فضائية بيس ماب، ظهرت عندي هذا الخيار. أقوم بإزالتها ثم تحديد طبقة البارسل، بظهر عندنا ثلاث تبويبات جداد، اشي خاص في الفيتشر لاير والنصوص والبيانات. بروح على الليبل، عشان افعل خيار الليبل فقط بقوم بالضغط على هذا الايقونة اللي هي الخاصة بالانيبل، نقوم بتفعيل النصوص. عند تفعيل النصوص شو الحقل اللي احنا تم تعريفه؟
أو ديسبلاي لهذا الحقل اللي هو اسم الحوض، نقوم بتغييره من اسم الحوض إلى رقم القطعة. أصبح عندنا أرقام قطع، بقدر أعدل على هدول الأرقام التكست في حجم معين، بقدر نكبر الأرقام، نغير اللون، أعمله بشكل بولد. في عنا إعدادات أيضا للمجموعة الخاصة بالتكست سيمبل، بقدر أضغط عليها بفتح عندي الإعدادات الخاصة بالنصوص، بقدر أعمل له هالو، يعني أعمل له زي غلاف أو ظل، خلي لونه أسود. شاشة العرض التجريبية قبل ما نقوم بالضغط على تطبيق، نقدر احنا نغير الكلر، خليه لون أسود لكن فاتح. نعمل أوتلاين، نعمل أبلاي، ظهر عندنا بهذه الطريقة، خلي لونه أبيض. بعدها نعمل، موجود عندنا إعدادات كثيرة بدها وقت كبير للتطرق لإلها، لذلك نكتفي بذكر هذول الإعدادات الأساسية، وبنرجع على طبقة الأحياء نضمن نكون بتحديدها، وبنروح على الفيتشر لاير. في عندنا الترانسبرنسي الشفافية، أنا بقدر أقوم بجعل هاي الطبقة بشفافية بنسبة معينة. نلاحظ كيف اختلفت، هي كانت هيك الأصل بدون شفافية، خليها مثلا 20 أو 30%. نقوم بإلغاء الليبل على القطع مؤقتا فقط، نقدر احنا نيجي على حدود الأحياء ونقوم بإضافة بيس ماب. هيك احنا بنقدر نشوف البيس ماب الموجود عندنا من خلال عمل شفافية لطبقة الأحياء. إذا قمت بإلغاء الشفافية، الصورة الفضائية لم تظهر، فخيار الشفافية مهم جدا في حال كان في عندنا صور أو راستر داتا أسفل طبقة معينة، فإحنا بنقوم بإنشاء وتعيين شفافية معينة لأي طبقة. أيضا هذا الأمر ممكن إنه إحنا نقوم بالنقر عليه، بيجي عندنا مثلث أسود، نضغط ضغطة بزر الماوس، نقوم بهذا العمل. إحنا هيك أخفينا طبقة الحي وأظهرنا شو في أسفلها طبقات. طبعا بنفس الطريقة إحنا بنقدر نعمل لطبقات تانية. لو جبنا طبقة المباني، بقدر أنا أخفي طبقة المباني عند الضغط على هاي الأداة أو هذا الأمر. بقدر أخفيه وأظهره من خلال هذا الأمر. بقدر أتحكم بسرعة الإخفاء والإظهار، بدل ما هو 500 خليه 100. بنلاحظ إنه الفترة صارت أسرع، فإذا نطول المدة نخليها 800. بدنا نلغيها، بنقوم بالنقر عليها مرة أخرى بتم إلغائها. نرجع نفعل النص الخاص في البارسل، بنروح على بنحدد طبقة القطع الأراضي، بنروح على الليبل وبنفعل خيار الليبل. طبعا أنا بقدر أقوم بإنشاء ليبل آخر، الليبل الأول اسمه كلاس 1، نقدر إحنا نعمل نص 2 مثلا، ونختار إنه يظهر لي رقم الحي أو عفوا اسم الحي. فبنلاحظ إنه قطعة الأرض صار إلها رقم زائد موجود بأي حي. بدي أقوم بتعطيل هذا الليبل بكل بساطة، بنرجع على القاعدة الخاصة بهذا النص وبنحكي له display. القاعدة الأولى أو النص الأول نقدر نعمل له تعطيل أو تفعيل. أما بخصوص طبقة المباني، بنقوم باستكشافها. موجود عندنا عدة حقول مهمة، في عندنا عدد السكان في كل بناية، في عندنا عدد الطوابق، عدد الطوابق فوق الأرض، عدد الطوابق أسفل الأرض، والاستخدام والدومين. في دروس لاحقة راح يتم شرح الدومين، وبنرجع على بيانات المباني، بنقدر نصنف المباني بناء على الحقول. في عندنا الحقل اللي اسمه الطوابق، بنروح على طبقة المباني
رايت كليك وبنضغط على سيمبولوجي وبنعمل قيم فريدة وبنختار عدد الطوابق. طبعا عدد الطوابق زيرو يعني مقصود فيه طابق أرضي. بهاي الطريقة قمنا بإنشاء سيمبولوجي للمباني. ونقدر نقرأ أي بناية موجودة عندنا. هاي اللون الأخضر، اللون الأخضر بيعبر إنه هاي فيها طبقين.